ودلوقتي كمان معانا مداخله من والد منال، استاذ حسني محمد عبد السلام. الو، ازاي حضرتك؟ اهلا معاك يا فندم. سامع الحوار كله. انت ابو البطله، انت ازاي راجل جميل كده؟ ده وده سؤالي بس، ايه حلاوتك دي؟ الله يخليكي. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، لان انا يا حبيب سمعت المداخله نفسيتي صعبه، يعني من اللي انا عديت بيه واللي احنا شفناه، يعني كانت حياتنا كانت صعبه جدا، وكانت ظروفنا من اصعب ما يمكن، يعني الحوادث اللي احنا شفناها من الناس كانت صعبه علينا، بس الحمد لله بقوه الايمان وربنا سبحانه وتعالى، الايمان بالله ان ربنا هيحسن الوضع. الحمد لله دي مكافاه ربنا حاليا دلوقتي اللي احنا فيها، دي مكافاه من الله. ان ربنا يعوضك فيها خير ويخليك فخور بيها كده، وتشوفها قدام سياده الرئيس بتقول كلمتها، وان انت تشوفها احسن مذيعه في العالم يا رب وتفرح بيها. أنا كنت اسعد انسان لما اتشرفت ان هي وقفت قصاد الرئيس. شفت رزقك ببنتك بقى يا عم محمد. شفت بقى الحلاوه بقى، شايف البنات بتعمل ايه لابهاتها بقى. يعني شوف على قد ما كنت شوف على قد ما كنت انت زعلان وحاسس ان حياتها تبقى صعبه، شوف ربنا بيرضيها وبيرضيك ازاي. الحمد لله الحمد لله. عملت ايه بقى انت؟ قلت لها ازاي ان والدتها توفت؟ والله كان بعد 3 شهور، هي والدتها توفت بعد اسبوع. حبيبتي. فكده كان الصدمه، فكانت انا واخواتها الشباب ولادي يعني محمد وتامر حسني واحمد، كنا بنقول لها ايه ان امك مريضه شويه، تعبانه شويه كده يعني. لحد ما قعدت في المستشفى الحلميه العسكري، فنقلناها وجبناها البيت وكده. فحصل بقى طبعا جايه بقى تسال على والدتها كتير. يا حبيبي. فقلت لها سبحان الله والدتك مش موجوده، ربنا اختارها. فكانت صدمه طبعا. طبعا. علاوه على المرايات اللي كانت في البيت كلها شلتها. يا حبيبي. خلاص بقت في حاله ما يعني نفسيه تعبانه جدا يعني، وقعدت من شغلي في الوقت ده حوالي شهرين دول، يعني الناس كانوا كويسين معايا، قدروا موقفي وساعدوني يعني. عشان انت راجل طيب وجدع وهيسخر لك كل عباده الصالحين. الله يخليك. طب بقول لك ايه، تيجي بقى اقول لك، يعني اقول لك حاجه كده اسالها لك، ده فضول. تشوف بنتك احسن مذيعه في العالم العربي ولا تشوفها عروسه؟ والله اوعى تطلع زي الابهات اليومين دول وتقول عروسه. لا لا لا، هو ربنا سبحان الله بيختار للانسان التعويض المناسب طبعا اللي هو شافه في الحياه، لان الحريق دوت اللي بيتحرق في الدنيا ما بيتحرقش في الاخره. سبحانك سبحان يا رب. تعالى يعني، فربنا سبحانه وتعالى حط الحرق ده اللي هو الدرجه اللي هيحرق بيها الكفره واللي هم الناس اخطاوا في حياتهم يعني. ده اصعب اختبار، ده اختبار صعب قوي. بالظبط. اختبار صعب. ربنا سبحانه وتعالى بيعوض عبده عن عذابه في الاخره، وفي الدنيا وفي الاخره بيعوضه. يعني ربنا كريم ورحيم يعني، بس احنا الغفلانين. بس احنا نقول يعني نشوفها يعني احسن مذيعه في الوطن العربي وافرح بيها وتتكتب في التاريخ. ربنا يديها يا رب، ربنا يديها ويديكي ويخليكي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. من احسن الناس في العالم يعني. بتقول لها ايه لما تلاقي ان في عريس مش مناسب او جه وحطنا احرجنا ومشي، او احنا كنا بنتعامل مع واحد عيل صغير؟ اتعرضنا للموقف ده مرتين. وكانوا من اصعب ما يمكن، كانوا يعني الاولاد. انتوا فعلا وجعكم بيبقى اكتر مننا مليون مره، صح؟ بس 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 انا واخواتها لما بنقعد نتكلم يعني حاسين فعلا مش ده مش هيحصل، لان طبعا الناس ليها الظاهر، ما تعرفش البواطن بتاعت البني ادمين. ده انت ربيت احسن تربيه. أنا ربيت يعني الحمد لله أحسن تربية، وبعدتهم عن الحرام نهائي، يعني خليتهم مؤمنين بكل حاجة، الحمد لله أولادي كلهم بيصلوا محترمين. ما شاء الله، اللهم بارك ويزدكم نعمة. وناجحين في حياتهم يعني. أنا بشكرك ونورتني.